الجهوي محمد الطاهر الفرجاني بولاية قسنطينة فعاليات أيام مسرح الطفل المتزامنة مع أيام عطلة الشتاء والتي ستدوم إلى غاية نهاية هذا الشهر، أين افتتحت الأيام بعرض شرفي لمسرحية عارف الأصدقاء لجمعية إشراق من ولاية بسكرة. التغطية لهارون بوحزام. يعالج مشكلة تعاني منها جميع الأسر الجزائرية وهي وسائط التواصل الاجتماعي من هواتف محمولة ولوحات إلكترونية. في ظل هذه المشكلة، ما هي قيمة الكتاب؟ ما هو دور الكتاب؟ تعالج المسرحية إعادة الاعتبار للكتاب. ثم تزامنت مع العطلة الشتوية تاع الأطفال وجيت مع الأولاد، والمسرحية كانت هادفة خاصة على المطالعة وعلى اللغة وعلى الاعتماد على الكتب وبدون أن ننسى التكنولوجيا. ثم التكنولوجيا والمطالعة عندهم هدف سامي. احنا الأولاد اليوم باه يفرحوا ويتفرجوا مع المسرحية تاع عارفوا الأصدقاء اللي جاتنا من مدينة بسكرة والتزامن مع العطلة الشتوية. زين عجبنا نستمتعوا وصح ضحكنا ولعبنا، كنت حاب نشبه وجهي ما قدرتش. المهم المسرحية رائعة. شكرا.